لنقاش هذا الملف تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم أحييكم أحيي السلام، مشاهديكم الكرام. أهلا بك من جديد. بتزامن مع إجبار الحكومة مئات النازحين على مغادرة مخيم حمام العليل قصرا إلى مناطقهم المدمرة، كيف يفسر ذلك من الناحيتين الأمنية والسياسية؟ نعم، يعني الحكومة العراقية بهذا العمل الذي تقوم به تحاول أن تعيد هؤلاء المدنيين إلى مناطقهم الأصلية بالقوة. طبعا نحن نعرف أن هذه المناطق لا تزال مناطق خطرة وغير آمنة على حياة المدنيين. هذه المناطق لا زالت تعاني من وجود الأنقاض، المنازل غير لا زالت مدمرة وغير لم يتم إعادة إعمارها، المناطق لا زالت تعاني من وجود الألغام، لا زالت تعاني من وجود الجثث. هناك تهديد أمني لحياة هؤلاء المدنيين، خاصة وأن الميليشيات أصبحت تسيطر على كافة المناطق التي تم استعادتها مما يسمى تنظيم الدولة. هذه المناطق تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية التي تضمن الحياة للناس، وأبسطها هو وجود الماء. حتى الماء لا يتوفر في هذه نعم، المناطق، مما يعني أن هناك خطر يهدد حياة هؤلاء المدنيين. من الناحية السياسية فإن الحكومة تحاول من خلال هذه العملية أن يعني تحاول الحصول على أصوات، ونحن نعرف قريبا أن هناك انتخابات على الأبواب، والحكومة تحاول أن تستغل هذا الملف، ملف النازحين، من أجل أن تكسب أصوات هؤلاء المدنيين من خلال إجبارهم على العودة قسريا. وهذا يشكل بالنسبة للمدنيين هو ابتزاز لأرواحهم وابتزاز كافة ما يمتلكونه. نعم. نعم، ترحيل إنسان إلى أماكن غير آمنة، كيف يفسر استنادا لنصوص ومبادئ القانون الدولي الإنساني؟ نعم، بالنسبة إلى القانون الدولي الإنساني فهو واضح في هذا الشأن. يعني أكثر نصوص القانون الدولي هي ترتكز على حماية المدنيين المشمولين بالحماية أثناء الحرب وبعد النزاعات المسلحة. المدنيين الآن إذا كان يعني تم ترحيلهم فعلا فهو ما يسمى بالترحيل القسري، ونحن نعرف ان المدنيين اصلا هم تم ترحيلهم من مناطقهم بسبب قسريا بسبب القصف العشوائي، والان يتم اعادتهم الى مناطقهم، وهذا لا يسمى باعاده نازحين، بل يسمى ايضا ترحيل قسري، لانه لا يتم باراده النازحين، ولا توجد مناطق امنه ولا تشكل اي خطوره على حياه النازحين، نعم. بل ان عوده النازحين الى هذه المناطق التي تعاني من كل هذه المآسي فهو لا زال يعني ان هناك خطر يهدد حياه هؤلاء المدنيين، وهذا هو مخالف للقانون الدولي الانساني ويشكل جريمه حرب وجريمه ضد الانسانيه. نعم. ما أهداف الحكومة من هذا الإجراء القسري المتخذ في حق النازحين؟ نعم، الحقيقة هناك هدفين من هذا بالنسبة من وجهة نظري، هناك هدفين للحكومة. أولا هي تريد أن تغلق هذا الملف طبعا بأي طريقة كانت، وليست هذه الطريقة الحكيمة والطريقة الإنسانية للتعامل مع هذا الملف، خاصة وأن هؤلاء المدنيين هم عراقيون ويتمتعون بكافة حقوق المواطنة، هم مواطنون أولاً وأخيراً. فلهذا الحكومة تريد أن تغلق هذا الملف، خاصة وأن النازحون في مخيماتهم يحانون أشد المعاناة، وبذلك هي تريد أن تخفي ما يعانيه النازحون من فقدانهم لأبسط الخدمات الإنسانية في المخيمات من خلال ترحيلهم بهذه الطريقة، ترحيلهم قسرياً. ومن جهة ثانية هي تحاول ابتزاز هؤلاء المدنيين من أجل الحصول على
أصواتهم من جهة أخرى لكي تستفيد منها في الانتخابات. نعم. إذا كانت منظمة الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 1,000,000 نازح يائسون يريدون عودة آمنة وكريمة إلى ديارهم، ودول مانحة بالمقابل تقدم المساعدات لتحقيق هذا الهدف، لماذا لا تتحرك الحكومة لتيسير هذه العودة الآمنة والحياة الكريمة للنازحين بدل إجبارهم من خلال عودة قسرية؟ مع الأسف الشديد يعني الحكومة تمارس، خاصة في ملف النازحين، تمارس الابتزاز، الفساد على أعلى المستويات، والنهب لأموال المقدمة والممنوحة من الدول المانحة. يعني نحن نعرف يعني الأرقام، خاصة المبالغ خاصة التي تقدمها ألمانيا والتي تقدمها اليابان، ومع هذا لا نرى لها أثرا على أرض الواقع، ما يدل على الفساد الكبير الذي يعاني منه ملف النازحين، وتم الكشف عن كثير في هذا الصدد من قبل سواء البرلمان أو الكثير من السياسيين الذين، وحتى ديوان الرقابة المالية أيضا كشف عن هذا الفساد المستفحل في هذا واختفاء الأموال. الحكومة العراقية غير معنية ب يعني إعادة النازحين بصورة آمنة إلى مناطقهم الأصلية، خاصة وأنها أصلا قد تنت الحرب على هذه المناطق بدوافع انتقامية، ونحن نعرف أن هذه وهي تخاف أن يعود يعني الاضطراب إلى هذه المناطق، وسوف تعود المعارضة أقوى للحكومة، أقوى من السابق. شكرا جزيلا لك دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر سكايب من لندن.